جهزوا نفسكم ان الفقره دي احتمال يقوم فيها عركه، لانه اللي حصل امبارح مش سهل ومش هيعدي كده، مش هيمر مرور الكرام. على كل الاحوال، بما ان احنا فقره العالمي، لازم اتكلم الاول عن انجاز الاهلي العالمي اللي بجد الحقيقه فرحنا وبسطنا ورفع راسنا في وقت احنا ما كناش طالبين منه اكتر من كده الحقيقه. كنا بنحلم النسخه دي، ولو دخلنا بطوله كاس العالم للانديه اللي فاتت دي اللي خلصت دي في ظروف طبيعيه وبسكواد كامل، كان ممكن جدا جدا نروح للي احنا بنحلم بيه وحاسين ان احنا كنا نقدر نحققه، والوصول للمباراه النهائيه. لكن قدر الله وما شاء فعل، ومنتخب مصر عوض لنا شويه غياب نجومنا عن البطوله، ووصل وقدم عروض قويه في بطوله افريقيا، وصل المباراه النهائيه. والاهلي كمان قال لك يعني منتخب مصر بس اللي هيفرحنا، والاهلي كمان فرح جماهيره وقدم بطوله قويه جدا في وقت محدش اكتر المتفائلين ما كانش متوقع انه يحقق ميداليه برونزيه. نتكلم على الاهلي العالمي الحقيقه مع اثنين من ضيوفنا الاعزاء واللي انا دايما يعني بسعد بوجودهم معنا، دكتور وليد الحديدي اللي بيشرفنا النهارده في سادسه. مساء الخير دكتور وليد، عوده بعد غياب. لا طبعا، بعد غياب طويل. ده بيتي طبعا، انا ما اقدرش اغيب عنه، دي احيانا الظروف بتحكم، لكن ما اقدرش اغيب طبعا. بنسعد بيك دايما، بتشرفنا. انا اللي بتشرف بالتواجد. والمتالق دايما فاروق عصام. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا احمد، ازيك؟ منورنا وبنسعد بيك دايما فاروق. نورك، اهلا بيك. ماتشين امبارح برضو ايه فيهم كلام كتير صح جدا. بس قبل ما ندخل في تشامبيونز ليج امبارح والنهارده، عايز الحقيقه بما انه يعني يوم العالمي يبقى لازم نتكلم على الاهلي طبعا. العالمي والانجاز الكبير اللي حققه الفريق في وقت كان فيه عدد كبير جدا من الصعوبات. يعني انا بقول انه الانجاز الاهم والاصعب للاهلي في بطولات مشاركته في كاس العالم كلها كان اتحقق السنه دي. شوف، هو الحقيقة اللي عمله الأهلي، لو عايزين نلخص يعني اللي حصل كده في كلمتين، فهو اللي عمله الأهلي ده كان خارج نطاق المنطق. أيوه. لأن المنطق لو جيت تطبقه على تجربة الأهلي في كأس العالم للأندية السنة دي، بيقول إنه ما ينفعش وفقا لكل المعطيات إنه يكسب مباراة أو يحقق أي مركز أو يحقق أي إنجاز من أي نوع. كل الظروف كانت ضد الفريق، بداية من حرمانه من كل نجومه الدوليين، ثم سلسلة من الإصابات الغريبة جدا في وقت صعب، ثم قرعة قدام فريق مش قليل، فريق مونتيري من الفرق اللي بتلعب كورة كويسة وعنده نجوم دوليين وعنده سكواد متخدم عليه، وكلنا شفناه أرجنتين وكولومبيا وهولندا والدوليين المكسيكيين، وعنده مدرب حافظك وعارفك، خافير أجيري، اشتغل في مصر واشتغل مع لعيبة الأهلي وعارف فل بصراحة. فطلعت حاجة كويسة. فكل الأجواء بتقول إن لا، الدنيا ما كانتش هتبقى مظبوطة، وأنا متأكد إن طبعا مع ثقة جماهير الأهلي الكبيرة في فريقهم، لكن كان كل الناس بتقول والله إحنا متقبلين إن اللعيبة تأدي اللي عليها. أيوة. وأي نتيجة خلاص، إحنا بس الأهلي عايز يخرج، أو إحنا متقبلين لو الأهلي خرج شكله حلو يا عمل. أيوة. اللي حتى لو خسر ما فيش مشكلة، وأنا متأكد ككل الجماهير هتعذر اللعيبة. لكن إن أنت تيجي في أول مباراة بهذا النقص العدد، اولا تعامل تكتيكي كان رائع جدا من المدير الفني موسيماني، ذاكر الفريق اللي قدامه، اللعيبه كلها، كل لاعب بذل فوق ال 100% المجهود، فتظهر بالشكل ده وبالاداء الرائع ده وتكسب. وبعدين قدام بالميراس، على الرغم ان انت خسرت في مباراه كان ممكن جدا توصل فيها فاينل لو انت في ظروفك الطبيعيه، ومع ذلك معظم المباراه كان عندك فرص وكان ممكن توصل وكان ممكن تتعادل. وبعدين تيجي بقى في المباراه واللقطه الاروع طبعا في البطوله، قدام فريق اكتر فريق حضر للبطوله وصرف على 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 السكواد بتاعه، وعنده نجوم في كل المراكز، والمباراه كمان ليها خلفيات وحساسيات، وطبعا ديربي عربي افريقي اسيوي كل ده، وفي محفل عالمي. انت مش بطوله افريقيا اسيويه ولا سوبر مصري سعودي، ده والرياكشن اللي حصل باقاله اسم بحجم ليوناردو جاردين بعد المباراه دي، يقول لك قد ايه كان الصدمه عنيفه. الصدمه عنيفه، وكان الامال اكبر من كده. الاهلي الحقيقه قدم بطوله للتاريخ، مفيش انا مش قادر الاقي غلطه للاهلي في البطوله من اول مدير فني. انا معجب جدا باداء موسيماني في البطوله الحقيقه. أيوة. ولازم اشيد بيه، لان الراجل ده في المباريات الكبيره وفي البطولات الكبيره بيكشف فعلا عن قدرات عنده. كل لعيبه الاهلي ادت، اللعيبه اللي جم من منتخب مصر مع هذا الارهاق وهذا الاجهاد عملوا فارق وثبت، والمجموعه اللي قبلهم. قبل ما اروح لفاروق واسمع رايه، خليني اقول لحضراتكم، واحنا يمكن اعلنا امبارح في السادسه ان النهارده هيكون في مؤتمر. المؤتمر بدا الحقيقه من منذ قليل، يعني مؤتمر تم فيه الاعلان عن توقيع عقد او اتفاق شراكه بين النادي الاهلي وبين شركه فاليو. وقلت لحضراتكم انه الشركه طبعا مع يعني مع شراكتها وتعاونها مع النادي الاهلي هتقوم بالترويج وتقديم تسهيلات لعضويات النادي الاهلي في فروعه الاربعه المختلفه، طبعا بعد الطفره الانشائيه الكبيره جدا
والتطوير الكبير اللي حصل على كل المستويات واهمها طبعا البنيه التحتيه في كل فروع نادي الاهلي، اعتقد ان الشركه دي هتسهل بشكل كبير على كل حد عنده الرغبه في انه ينضم لاسره النادي الاهلي، ممكن يتم ده من خلال شركه فاليو. يمكن كانت فرصه كمان انه كابتن خطيب يتكلم على ملابسات كاس العالم ويتكلم على كل الخطوات اللي قامت بها اداره النادي الاهلي في التواصل مع الاتحادات المسؤوله عن انها تقوم بدورها الطبيعي وانها تتحمل مسؤولياتها الطبيعيه والمنطقيه في فكره تعارض المواعيد بين اهم بطوله قاريه واهم بطوله دوليه على مستوى الانديه، بطوله كاس افريقيا وبين كاس العالم للانديه، وتم التواصل مع الفيفا وتم التواصل مع الكاف وتم التواصل مع الاتحاد المصري، ولكن طبعا ما كانش في نتيجه مرضيه ولا عادله تضمن تكافؤ الفرص في البطوله. ورغم كل الاعتبارات دي قال طبعا كابتن محمود خطيب انه الاولويه بدون نقاش طبعا في كل وقت وفي كل زمان هي للمنتخبات، وده يمكن اعلن عنه كابتن محمود الخطيب لما ادركت الاداره استحاله تغيير مواعيد بطوله كاس العالم للانديه، وشكر حقيقه رجاله الاهلي على العروض القويه اللي قدموها في بطوله كاس العالم للانديه. فاروق، ماتش الهلال وماتش المونتيري المكسيكي اتنين من اجمل الماتشات اللي قدمهم موسيماني، وكل واحد ليه ظروفه. يعني انت الاول امام بطل المكسيك بطل الكونكاكاف في مواجهه نقص عددي غير طبيعي، وفي وقت كفه المونتيري ارجح على كل المستويات قدرت تلعب جيم كبير جدا، مش تخطف الفوز، تلعب جيم كبير امام منافس قوي وتفوز. وماتش الهلال ماتش شديد الحساسيه مع فريق يعتبر برضو زعيم الكره السعوديه وفريق عنده شخصيه البطل، ورغم كده قدرت تقدم اقوى عروضك مش في البطوله دي يمكن في كل مشاركاتك في كل نسخ كاس العالم للانديه. طبعا احنا اتكلمنا قبل البطوله عن الدوافع اللي موجوده لعيبه النادي الاهلي خصوصا في غياب اللعيبه الاساسيه قدام مونتريال المكسيكي، ومستر موسيماني قدر يستغل كويس جدا عدم وجود ضغوط على اللعيبه اللي شاركت في مباراه مونتريال، وشفنا اللعيبه نزلت متحرره من الضغوط بتلعب ولكنها بتلعبت كاس العالم للانديه السنين اللي فاتت دي كلها. شفنا اداء مميز جدا خصوصا على ضد مونتريال، كان في شويه اداء دفاعي مميز من النادي الاهلي، وكان في تنوع خلال البطوله كلها في اداء النادي الاهلي. لما احتاج مباراه هجوميه ضد الهلال شفنا اداء هجومي قوي جدا، شفنا اداء متوازن شويه ضد مونتريال. يمكن مباراه بالميراس لو الاهلي كان في ظروفه الطبيعيه والشوط الاول كان في شويه ضغط على بالميراس كان ممكن نحقق نتيجه افضل، لكن الظروف لعبت ضد النادي الاهلي في البطوله. الرياكشن بتاع جماهير السعوديه بعد مباراه الهلال استغربوا من فريق النادي الاهلي، قالوا معقوله ده فريق مش محضر للبطوله؟ هل فعلا كلامكم في الاعلام ده حقيقي ان معقول ده فريق مش محضر للبطوله؟ وكانوا حتى جماهير الهلال ما كانتش متوقعه ان النادي الاهلي يقدر حتى ينافس الهلال في الظروف الحاليه. النادي الاهلي قدر من البدايه يفرض شخصيته ويفرض اسلوب لعبه، مستر موسيماني يمكن غير حساباته كلها في المباراه، ودي المرونه اللي بنتكلم عليها مع موسيماني. الاهلي حاليا مع موسيماني تقدر في خلال اي مباراه، ما تقدرش في خلال اي مباراه تتوقعه. ضد الهلال ما تحفظش ولعب بثلاث مدافعين وقدر يلعب باربعه ثلاثه ثلاثه وغير اسلوبه تماما، يمكن ده فاجئ جارديم وفاجئ الهلال بالضغط العالي، وهو ده اللي سبب توتر للعيبه. حتى شفنا بريرا لعيب خبره ولعيب في الدوري الانجليزي خرج عن شعوره في اغلى صفقه في فرقه الهلال طبعا 12 مليون يورو، لعيب حتى كانه من اللعيبه الدوليين في منتخب السعوديه، خرج برضو عن شعوره وضرب ياسر ابراهيم من غير كره، وده بيدل ان لعيبه الهلال اتفاجئت من تكتيك النادي الاهلي. فبطوله عظيمه للنادي الاهلي يستحق فيها المركز الثالث، ولولا الظروف كان ممكن ينافس ان شاء الله النسخه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. من الهلال السعودي هاخدكم للهلال السوداني، ماتش بعد بكره يهمني طبعا في افتتاحيه المشوار في بطوله دوري الابطال. وانا كنت بقول يعني بعد ما حققنا برونزيه كاس العالم انه جماهير النادي الاهلي طول عمرها البطوله المفضله بالنسبه لهم هي دوري الابطال، بس حسيت انه بعد النجاحات اللي اتحققت في بطوله كاس العالم ما بقيناش عايزين نكسب البطوله دي عشان البطوله في حد ذاتها، بقد ما بقينا عايزين نكسبها عشان نروح نلعب في كاس العالم. فرص الاهلي السنه دي بعد المردود القوي على مدار انت اتنين كاس عالم برونزيه، اتنين دوري ابطال حققت اللقب، اتنين سوبر افريقي حققت اللقب، فرص الاهلي وبدايه المشوار مع الهلال بتشوفها ازاي دكتور وليد؟ هو طبعا كان يعني نقدر نقول ان سوء حظ للاهلي ان مباراه المريخ اتاجلت، كانت هتبقى البدايه والانطلاقه
البداية على أرضك، فكانت هتفرق كتير جدا. أنا دايما بحب في الدورات اللي زي دي مباريات المجموعات إن أنت تبدأ على أرضك وتفنش على أرضك، بتكون الفرص أفضل وبتدخل في الأجواء بسرعة. لكن صعوبة المباراة الحقيقية بتيجي من أولا طبعا الديربي الشهير بين مصر والسودان، الأندية المصرية والسودانية طبعا. دايما قدام النادي الأهلي بما إنه يعني الأكثر خوضا للمباريات تقريبا قدام الأندية السودانية، فدايما بمحاولات إثبات الذات واقتناص الفوز قدام اسم الأهلي ده بيكون دافع عند الأندية السودانية وبشكل عام طبعا كل الأندية المصرية. زائد إن أجواء ملعب الهلال دايما بتكون أجواء صعبة، الحماس الجماهيري هناك منقطع النظير، والدوافع دي بتزود حتى المستويات الفنية للاعبين اللي طبعا الاندفاعات البدنية والحماس أكيد بيخليهم طول الوقت بيعملوا عليك ضغط. لكن لو هنتكلم بشكل فني لا طبعا الفارق كبيرة بين الأهلي والهلال وبين الأهلي ومعظم فرق أفريقيا المنافسة في دوري الأبطال. الأهلي حاليا بتشكيلته الحالية رغم برضو الغيابات تبقى تشكيلة هي الأقوى في أفريقيا. أنا عجبني في موسيماني مؤخرا وتحديدا من الموسم ده انه بدا يبقى عنده مرونه بشكل كبير جدا وبدا يفتح الباب للعديد من المتغيرات التكتيكيه من مباراه لاخرى وفي المباراه نفسها. يعني فكره ان انت تلعب بالثلاثه اربعه ثلاثه في مباراه مونتيري وبعدين تلعب بترجع تاني للطريقه اللي انت كنت بتحب تطبقها من الموسم اللي فات اللي هي 4 2 3 1 مع مهام لحمدي فتحي بتحولها ل 3 4 3 برضه. واوقات بتلعب بال 4 2 3 1 فالتشكيلات دي وموسيماني بيعملها طبعا مع وعي تكتيكي لعيبه الاهلي بيقدروا ينفذوها فبتخلي دايما في صعوبه عند الانديه ان هي تواجهك لان طول الوقت انت بتقدر تغير من دمك في المباراه وبتقدر تغير من ستايل لعبك. بشكل عام الاهلي باذن الله قادر انه يكسب المباراه دي، مكسب هيكون مهم جدا في بدايه المشوار. اتمنى بس ان الاهلي يفصل نفسه وعندهم الخبرات لدم يعني مش محتاجين ناكد عليها عن الاجواء ما حول المباراه، واعتقد ان لو ده حصل الاهلي فنيا في الملعب قادر باذن الله انه يحقق. بالك الورق اللي معاه برضه السنه دي غير، يعني الورق اللي بيلعب بيه في الملعب يحلم بيه اي مدير فني، فاعتقد ده سهل له بشكل كبير طبعا. جدا وبرضه قضى فتره قدر يفهم فيها حاجات كتير كانت يمكن غايبه عليه وهو جاي من جنوب افريقيا. قال الهلال زي فاروق ويمكن هو مواجهته الاولى، ودي برضه حاجه من الحاجات اللي هتصعب شويه المواجهه علينا، انه خسر الماتش الاولاني مع سان داونز، فبالتالي هو وهو داخل الماتش ده يعني اكيد بيتكلموا مع بعض كده في اوضه اللبس، ما عندناش هدف غير المكسب عشان يحافظ على فرصته في المنافسه. لو خسر تاني مباراه بقى رصيده صفر من النقاط هتبقى فرصته صعبه جدا. يمكن الهلال عنده مميزات وعنده عيوب. من العيوب اللي موجوده في الهلال ان هو مش متمرس الموسم لسه في السودان، لسه ما بداش الهلال، يمكن اتاجل له الثلاث مباريات الاولى في الدوري. الفرق كلها لعبت ما عدا الهلال، حتى المباريات اللي قبل مباراه النادي الاهلي ما لعبهاش، فهو ما لعبش بقاله فتره. لو شفنا لو رجعنا لماتش سان داونز ما كانش فيه انسجام شويه ما بين التشكيل اللي ظهر بيه قدام سان داونز، هيبقى فيه بعض التغييرات يعني الصحف السودانيه ده تشكيل الهلال السوداني في مباراه الاولى مع سان داونز. يمكن اكتر اللعيبه ومحمد عبد الرحمن نجم المنتخب السوداني واللعيب وسط الملعب الملقب ببوجبا السودان، فعندهم كم اسم برضو هم المعتمدين عليهم بشكل رئيسي. وطبعا زي ما اتكلم وليد الدوافع الجماهيريه اللي هتبقى موجوده هتشجعهم اكتر ضد النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي محتاج ان هو يغير شويه من الطريقه اللي بدا بيها ضد الهلال السعودي. في مباراه زي دي الهلال السوداني هيبقى نازل مندفع طبعا لانه بيلعب على ملعبه وفي وسط جماهيره، فانت محتاج ان انت تمتص الحماس ده في البدايه، ما تضغطش عليه من البدايه، تمتص الحماس اول 10 دقائق ربع ساعه، بعد كده تدخل في المباراه بعد ما تمتص حماس الخصم. الجوهره الزرقاء اسمه كده الملعب، طبعا ملعب الهلال السوداني كان مستبعد في البدايه من الاتحاد الافريقي لعدم مطابقته للمعايير، لكن الهلال نجح. دي صورة الملعب بعد التجديد اللي حضراتكم شايفينها، ده الملعب اللي هيستضيف المباراة. واعتقد انه يمكن كان دايما جزء من معاناتنا واحنا بنلعب عند الاشقاء في السودان هي ارضية الملعب، يعني ارضية الملعب كانت دايما والاضاءة، يعني هو دايما الاضاءة كان بيبقى فيها مشكلة في قوتها في السودان، وارضية الملعب كان بيبقى فيها مشكلة. اعتقد ده يصب في مصلحتنا اكتر ما يصب في مصلحة الهلال، يعني فكرة انك بتلعب في ارض كويسة
ملعب مطابق للمعايير، ودي حاجه نتمنى نشوفها في كل ملعب افريقي، لانه في ملاعب في افريقيا ما زالت خارج الاطار الزمني، يعني من ساعه ما شفناها مثلا من 20 30 سنه هي نفس الارض وهي نفس المدرجات وهي نفس الاضاءه. فنتمنى انه ده اعتقد برضو تحسب للاتحاد الافريقي انه حط معايير معينه للانديه المشاركه في بطوله زي دي. خطوه متاخره جدا، كان لازم ده من بدري، وكان لازم يبقى فيه اجبار للانديه ان هي تشتغل على ملاعبها بشكل كبير، لان في الاخر لازم مقومات اللعبه تكون عادله، يعني لازم انا الاقي اساسيات اقدر اقدم عليها مباراه. والنهارده مباريات افريقيا فيها سبونسرز وفيها رعاه وفيها ماركتنج وداخلين على سوبر ليج افريقي والقصه بتكبر، فلازم كمان الملاعب تكون على مستوى الحدث والتحكيم كمان، وده مهم. طيب قبل ما اروح لفاروق عصام عشان اسمع رايه في تشكيله الاهلي الاقرب، وهل يراهن موسيماني على نفس تشكيله المباراه الاخيره امام الهلال اللي اجدت، ولا ممكن يكون في احتمال يبقى في تغييرات في التشكيله؟ خليني اروح ل زميلنا بقى فاروق صلاح. ودايما انت عارف على نفس الوزن دايما. فاروق صلاح توقع اللي تم الاعلان عنه من دقائق بين الاهلي وبين شركه فاليو، خلينا يدينا تفاصيل من موقع الحدث زي ما بيقولوا. فاروق مساء الخير. كل التحية للزميل العزيز احمد سمير، طبعا برحب بيك زميل العزيز احمد، وبرحب بضيفيك الكريمين الاستاذ وليد الحديدي والاستاذ فاروق عصام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. فاروق تدينا فكرة كده عن اخبار المؤتمر وما تم الاعلان عليه من تفاصيل الشراكة اللي جمعت النادي الاهلي بشركة فاليو. يعني خليني اقول لك ان طبعا جزء من البرنامج الانتخابي للنادي الاهلي وهو تطوير مصادر النادي الاهلي في مصادر التمويل او مصادر الماليه داخل النادي الاهلي، وكانت رؤيه من الرؤى اللي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ارتأى ان هيبقى في مهام جديده لمنصب امين الصندوق للنادي الاهلي بوجود المهندس خالد مرتجي. النهارده واحده من هذه الملفات بيتم انجازها وهو توقيع اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه ما بين النادي الاهلي و فاليو كواحد من الشركات الرائده في هذا المجال، زي ما تحدث الكابتن محمود الخطيب وقال ان احنا عندنا رؤيه لتعزيز مصادر النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيشهد فتره، يعني خلال الفتره الحاليه، حاله من الطفره الانشائيه على مختلف كل الفروع النادي الاهلي او الاربع فروع، سواء الجزيره سواء مدينه نصر او الشيخ زايد وايضا فرع التجمع، طبعا بتكلفه تجاوزت مليار جنيه و600 مليون جنيه، يعني تكلفه ماليه كبيره جدا للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا زميل احمد زي ما انت عارف بيسير في خطوط متوازية مع الطفرة الإنشائية اللي بتشهدها الدولة المصرية في كافة النواحي في ظل وجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير مهم جدا للنادي الأهلي للبنية التحتية. النادي الأهلي وقع النهارده عقد الشراكة مع شركة فاليو، وهي شركة من الشركات الرائدة في هذا المجال. الأستاذ وليد حسونة كان تحدث وقال إن النادي الأهلي بيمثل لنا ليس كقيمة رياضية فقط ولكن كقيمة إدارية، ودي نقطة مهمة جدا. تقييمك للنادي الأهلي ليس مقتصر على الجانب الرياضي ولكن أيضا هو بيتعلق بالجانب الإداري، ودي نقطة مهمة جدا. الشراكة يعني هتبقى فحواها ايه، او الامور اللي هتقدم من خلالها شركة فاليو للنادي الاهلي؟ هي بتقدم تمويل عضويات النادي الاهلي للراغبين في الحصول على عضوية النادي الاهلي يعني فترة سداد توصل ل 10 سنين، يعني من 6 اشهر ل 10 سنوات، ايضا تمويل الخدمات الموجوده المتاحه داخل فروع النادي الاهلي سواء فروع الجزيره مدينه نصر الشيخ زايد وايضا التجمع. يبقى انت كده بتتكلم في شقين، شق التمويل اللي راغب في عضويه النادي الاهلي وايضا للراغبين في العضويه من اعضاء النادي الاهلي الموجودين بصفه عامه، شقين بيشتغل عليهم شركه فاليو. ايضا تمويل العضويات هتكون خارج مصر، ازاي ان انا اقدر ان انا يعني ازود عضويات النادي الاهلي واعمل نشر العضويات النادي الاهلي في الدول العربيه. ويعني زي ما قال الاستاذ وليد حسونه نقطه مهمه جدا، قال لك احنا خلال الاسبوعين القادمين هنوقع عقد مع احد الدول لتمويل عضويات النادي الاهلي للمصريين المقيمين او اي يعني في الخارج، في خارج مصر. دي نقطه من النقاط بالخارج بالظبط، من النقاط المهمة جدا زميلي أحمد، وهي نقطة الجميع وقف أمامها لأنها بتدل على قيمة ومكانة النادي الأهلي. كلمة الكابتن محمود الخطيب اللي أشاد بيها الأستاذ وليد حسونة، الكابتن محمود الخطيب قال نقطة في غاية الأهمية، قال الملف ده بالتحديد لو احنا كمجلس إدارة ما كناش موجودين في النادي الأهلي كان المجلس اللي هيجي بعدينا احنا هنقدم له الملف ده. ده اللي بيدل على قيمة النادي الأهلي. النادي الأهلي مش مهم انت هتكون فين،
انت كفرد داخل منظومه النادي الاهلي مش مهم انت هتكون فين، المهم هو النادي الاهلي اللي هيكون فين. دي نقطه مهمه جدا. استاذ خالد مرتجي النهارده كابتن محمود الخطيب اعضاء مجلس النادي الاهلي بالكامل موجودين، دور مهم جدا. استاذ خالد مهندس خالد مرتجي امين صندوق، الاستاذ طارق انديل موجود، دكتور سعد شلبي، الاستاذ محمد الجرح، الدكتور محمد شاوي، دكتور محمد الغزاوي، اعضاء الاستاذ محمد الضماطي اللي قام يا البادره، يعني برضو عايزين ننوه للدور اللي قام بيه الاستاذ محمد الضماطي كواحد من اللي كان صاحب المبادره في هذا الامر زي ما اشاد الاستاذ وليد حسونه. تقدر تقول ان شركه فاليوم انت كمان عشان تقدر تحصل على قرض خارجي ممكن من خلال البنوك بيتجاوز مثلا ممكن شهر او شهر ونص، الامور دي كلها هتتم لاعضاء النادي الاهلي وهتتم للراغبين في النادي الاهلي في فتره زمنيه هتتجاوز ال 20، يعني مش هتتجاوز ال 20 دقيقه. انا موجود معاك زميلي احمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، والحقيقه يمكن شركه فاليو معروفه واعتقد بقت من الشركات الكبيره في السوق المصري، وشركتها ونجاحها في انها تكون شريك استراتيجي للنادي الاهلي هيخدم مصالح كل الراغبين او كل الناس عندها رغبه في انها تتمتع بعضويه النادي الاهلي بتسهيلات كبيره جدا في الاجراءات وبسهوله كبيره جدا في عمليه السداد للقيمه النقديه يعني لاشتراك النادي الاهلي. واعتقد ان اسره النادي الاهلي مستعده الحقيقه بعد الطفره الكبيره اللي حصلت على مستوى الفروع في استقبال اعضاء جدد. بشكر فاروق صلاح واروح سريعا لفاروق عصام. كنت بسالك عن تشكيله الاهلي، هل تتوقع ان مستر موسيماني يلعب بنفس التشكيل ونفس الطريقه اللي ختم بيها مشاركته في كاس العالم للانديه قدام الهلال، ولا تتوقع ان افريقيا شيء مشوار ليه حسابات مختلفه؟ لا يمكن هتكون نفس التشكيل بس مش هتكون نفس طريقه اللعب. زي ما اتكلمنا ان انت ملعب صعب هيبقى الاجواء متوتره في البدايه، فانت مش محتاج تضغط ضغط عالي زي ما كنت ضد الهلال. فهو اعتقد ان هو ممكن يرجع تاني ل 3 4 3، ما يلعبش ما يحطش حمدي فتحي في وسط الملعب ويلعب ب 4 3 3. فالتشكيله هتكون هي، لكن حمدي فتحي هيرجع ما بين قلبين الدفاع، وان شاء الله نطمن على علي معلول بكره في المران الاخير ان شاء الله يبقى بسيطه موجود ان شاء الله بصفة أكاديمة بسيطه ان شاء الله طبعا، لان وجود علي معلول مهم جدا في مباراه زي دي. الحقيقه يعني بقى لنا فتره ما شفناش معلول بالحاله دي والتركيز ده والمستوى ده، وجوده تكتيكيا مهم جدا بسبب نقطه تكتيكيه بيعتمد عليها مستر موسيماني ان هو بيحط علي معلول قدام بشكل كبير في التلت الثالث، وده بيساعد احمد عبد القادر او محمد مجدي قفشه اللي بيبقى موجود كجناح في الجانب الايسر ان هو بيضم العمق الملعب وبيلعب وبيقدر يصنع لعب. فده كان مهم جدا، وجود علي معلول في المركز ده مهم جدا لانه بيساعد اللعيب اللي قدام. لا ده احنا كسبنا في بطوله كاس العالم غير البرونزيه كسبنا دويتو وعبد القادر وعلولو، ده انا مراهن عليه جدا السيزون ده لازم يبقى موجود. احمد عبد القادر من البدايه خلاص، يعني اعتقد ان هو حجز مكانه، لعيب بيمتاز بالقدرات الفرديه اللي كانت غايبه عن تشكيله النادي الاهلي من فتره طويله، اللعيب اللي يقدر يعدي من واحد واثنين. يمكن عمل لقطه في المباراه بتاع الهلال شبيهه شويه بلقطه كيليان امبابي في الهدف الاخير، عدى من اثنين لعيبه بشكل مهاري جدا. فاللعيب دايما اللي بيقدم لك الحل الفردي ده مهم جدا في اي تشكيل. دي اللقطه اللي جاب بيها الهدف بالظبط، عملها في واحده ثانيه عند الكورنر كمان. ما هي لما تشوفها من المدرجات متعه بصراحه، احمد عبد القادر بيقدم متعه وجماهير النادي الاهلي بتحب اللعيبه دايما اللي بتقدم المتعه. سريعا جدا دكتور وليد، احمد عبد القادر فرض نفسه على تشكيله منتخب مصر في ماتشين السنغال. انا كنت لسه اقول يعني الحقا بكلام فاروق، هو دلوقتي اعتقد بيقدم نفسه بشكل رائع جدا كلاعب منتخب، لاعب عنده كل امكانيات اللاعب الدولي، بيعرف يلعب في اكتر من مكان، وده مهم لاي مدرب وخصوصا كارلوس كيروش. بيلعب كجناح شمال بشكل رائع، بيلعب رقم 10 بلاي ميكر بشكل رائع، وايضا بيلعب شادو سترايكر كمان بشكل مميز، الفينش بتاعه مميز على المرمى، ادواره التكتيكيه بيأديها بشكل كبير. هو بس لو على المدى البعيد بقى محتاج يطور حاجه، محتاج يشتغل كمان على الجوانب البدنيه عشان يبقى حاجه مختلفه في الكره المصريه. اعتقد مستقبل واعد ليه، مشوار موفق ان شاء الله للنادي الاهلي في بطوله تشامبيونز ليج اللي احتمال تكون في اخر نسخه ليها بشكلها الحالي، ومن الوارد جدا الموسم اللي جاي يكون فيه شكل جديد. ده اللي هنعرفه في السادسه مع ضيوفنا طبعا، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. مره ثانيه برحب بحضراتكم في السادسه وبرحب بضيوفي طبعا دكتور وليد الحديدي وفاروق عصام محللي الكره العالميه اللي بنستمتع بيهم دايما كل يوم اربع. بس خلوني تسمحوا لي استقبل مكالمه من كابتن صلاح ادم المدير الفني السابق لنادي الهلال، نتكلم معاه عن مواجهه الاشقاء طبعا الاهلي والهلال السوداني بعد بكره. كابتن صلاح مساء الخير وسعداء ان احنا بنسمع صوتك. مساء الخير استاذ احمد سمير، ومساء الخير على الضيوف بالاستديو. اهلا وسهلا، اكثر سعاده واتشرف بالحديث لقناتك. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. خليني وحضرتك يمكن كنت متولي مسؤوليه المدير الفني لنادي الهلال في المواجهه الاخيره اللي جمعت بين الفريقين، لازم اسالك عن رايك
في مواجهة يوم الجمعة. الأهلي بيبدأ مشواره في بطولة دوري الأبطال أمام الهلال السوداني في ملعبه وبين جماهيره، في الوقت اللي الهلال يمكن ده يكون تاني لقاء ليه، لقاء طبعا هيكون ليه حسابات خاصة وخصوصا بعد خسارته لمباراته الأولى أمام ماماليدي سان داونز. إزاي شايف المواجهة وإزاي شايف فرص الفرقتين؟ والله في الموضوع البداية هي مباراة شقة في المنظور الاجتماعي ومباراة في منظور التنافس، مباراة ستقوم مواجهة شرسة جدا، عنصر التحدي موجود فيها بكثرة. الهلال يعني بعد غيبة طويلة جدا يعود لمعانقة جماهيره في استاده، يعني بعد ان سمح الكاف ب 15,000 متفرج للتواجد في المباراة، وده ممكن يشكل دفعة قوية جدا للهلال. فريق الهلال كثير مباراته الاولى من صن داونز وبمظهر كان طيب كثير جدا جدا، يعني واضح جدا في تطور كبير جدا في مستوى الهلال، ولكن يبقى الاهلي هو الاهلي، يعني فريق كبير فريق محترم صاحب خبرات كبيره جدا جدا في التعامل مع كل المباريات يعني في الداخل والخارج، وبالتالي نتوقع ان شاء الله ان المباراه تكون مباراه قويه وممتعه. على عكس الهلال اللي يمكن الموسم بتاعه ما ابتداش بشكل فعلي، الاهلي بدا الموسم بدري، لعب مباريات في الدوري المصري، لعب مباريات في كاس الرابطه، ولعب كمان في مشاركات قويه جدا في بطوله كاس العالم. هل تتوقع انه الفوارق من ناحيه المشاركه وبدايه الموسم يكون ليها تاثيرها على 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 سير المباراه وعلى نتيجه اللقاء؟ في تقطيع شديد في الصوت لو سمحت اجيب السؤال مره ثانيه. طيب انا بسالك بقول لك انه الهلال الموسم بتاعه فعليا ما ابتداش، الاهلي الموسم بتاعه بدا بدري وخاض عدد كبير جدا مباريات في مسابقات محليه وفي بطوله كاس العالم للانديه، هل تتوقع انه ده يكون ليه تاثير على المباراه ونتيجه اللقاء؟ لا اكيد اكيد هيكون له تاثيره، ودي مشكله كبيره في كره القدم السودانيه، وبدا الاتحاد الان الاتحاد الجديد في انه يحاول يعني يعيد الدوري السوداني للمنظومه العالميه بحيث انه ما تكون اي حتى الان لم يلعب اي مباراه تنافسيه على المستوى المحلي. تشكيله الهلال في المباراه دي يا كابتن صلاح، التشكيله المتوقع تلعب قدام النادي الاهلي تختلف كتير عن التشكيله اللي كنت حضرتك بتتولى مسؤوليتها واللي قابلت الاهلي في دوري الابطال؟ اكيد حصلت تغييرات كبيره جدا في فرقه الهلال على المستوى المحلي وعلى المستوى اللاعبين الاجانب. في متغيرات كثيره جدا في فرقه الهلال، ويكاد يكون يعني من التشكيله اللي قلتها انا يكاد يكون في لاعب او لاعبين على الاكثر يعني. مين الاقرب للتاهل عن المجموعه دي من وجهه نظرك، الاهلي والهلال والمريخ وسان داونز؟ اشوف يعني على الورق قبل ما تبدا المباريات المؤشرات كلها كانت تشير الاهلي وسان داونز باعتبار المستويات السابقه يعني، لكن في الواقع انا شاهدت سان داونز في مباراه امام الهلال كثير جدا بنتيجه سلبيه كبيره جدا، يعني انخفض مستواه كثير جدا، وكان يمكن للهلال ان يخرج على اقل تقدير بالتعادل. الهلال والمريخ مباريات طبعا انت عارفها كويس جدا، ديربي سوداني لا تستطيع انك تتهم بنتائجه. اداء المباراه اللي خاصه بالمريخ خارج السودان ممكن ايضا يؤثر على الشكل بتاع المباراه. الاهلي الفريق الكبير، نقول كده على الورق انه الاهلي سياخذ البطاقه الاولى ويتنافس الباقون على البطاقه الاخرى. كل التوفيق لاشقاء في السودان، بشكرك شكرا جزيلا كابتن صلاح ادم طبعا المدير الفني السابق لنادي الهلال السوداني. اقفل البطولات الافريقيه بالكلام اللي قلته لحضراتكم قبل الفاصل، اخر نسخه للشامبيونز ليج الافريكان شامبيونز ليج بمفهومها او بشكلها اتعودنا عليه، ومن المتوقع انه من بدايه من السيزون الجاي دكتور وليد تبقى حاجه سوبر ليج بقى. تكلمنا عن التفاصيل بس سريعا عشان عايز ادخل كمان على اوروبا. طبعا هو نظام مختلف تماما، انس في حمامك القديم يعني زي ما بنقول. الاتحاد الافريقي بالشراكه مع الاتحاد الدولي قرروا ان البطوله الجديده تكون بنظام مختلف، ان هم يقسموا القاره الافريقيه لثلاث مناطق، منطقه الشمال ومنطقه الغرب والوسط ومنطقه الشرق والجنوب، كل منطقه من المناطق دي هياخدوا اعلى 8 انديه فيها وفقا لتصنيفهم الافريقي خلال اخر 5 سنوات، وكل 8 انديه في منطقة بيلعبوا مع بعض دوري من دورين، بمعنى هيكون في 14 مباراة في دور المجموعات، ثم يصعد 5 أندية من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة يكونوا 15 نادي ويضاف لهم أحسن فريق صاحب المركز السادس،
علشان يعملوا دور 16 بقى بنظام النوك اوت بقرعه لحد المباراه النهائيه. الجوائز الماليه هتبقى كبيره، بعض التقديرات بتشير الى 10 مليون دولار للبطل، والبعض التقديرات الاخرى بتتكلم وبتوصل ل 20 مليون دولار. المشاركه اول ما تبدا تشارك هتاخد حوالي 2 مليون دولار في البدايه. الجوائز الماليه عاليه جدا، الغاء دوري الابطال، الغاء الكونفدراليه، هيكون في بطوله الكاف، هتكون البطوله الثانيه الفرق اللي هتهبط، طبعا الثاني في التصنيف الثمان انديه الثانيه هي اللي هتلعب في بطوله الكاف اللي هي اشبه فدرالية. ويبقى في صعود وهبوط لاخر ناديين واول ناديين في البطوله الثانيه. البطوله هيكون فيها احتكاك قوي جدا، لكن طبعا لكل حاجه مميزات وعيوب. انا شايف ان فيها ظلم شويه لانديه الشمال اللي هي الاعلى فنيا في افريقيا، لان هتدي لهم نفس حظوظ وفرص انديه الوسط وانديه الجنوب، لكن طبعا على مستوى الجوائز الماليه مؤكد هي هتكون فيها فايده لكل الانديه. ده كلام نهائي. كلام نهائي لحد دلوقتي، واعتقد الموضوع خلاص. طيب نخش بقى على اوروبا. وفي هذا الموسم التاريخي أعلن لحضراتكم بكل سرور انتهاء عصر ودولة ليو ميسي وكريستيانو رونالدو. الاثنين الحقيقة حالهم يصعب على الكافر، يعني زي ما بيقولوا الاثنين بيعانوا معاناة شديدة جدا، وآخرهم ميسي طبعا. المتفق يا فاروق ولا الضحكه دي معناها انه لسه في شويه؟ جاي متحفز. لا ده يعني شايل الاسلحه لميسي. لا كان في دايما مقارنه كده بتتقال، امتى ميسي هيخلص وامتى رونالدو هيخلص. في الفتره اللي كان فيها رونالدو 34 سنه في عمر ميسي، وتحديدا في الفتره دي من الشهر اللي احنا فيه ده، وهو عنده 34 سنه كان بيجيب هاتريك في اتلتيكو مدريد، وبيعمل ريمونتادا مع اليوفي، وبيأهلهم على حساب اتلتيكو مدريد بعد الخساره بفرق هدفين في مباراه الذهاب. فرونالدو في سن ميسي، حتى رونالدو حاليا سواء 37 سنه، اللي بيتفرج عليه مع مانشستر يونايتد يمكن مش هو كريستيانو رونالدو الهداف، بيضيع فرص كتيره سهله، مع ده ما كانش بيضيعها في الاول، لكن حاليا كريستيانو رونالدو بيقاتل على كل كوره، بيدافع وبيكون اول لاعب في منظومه الضغط بتاعه مانشستر يونايتد. بنشوف الدقيقه 90 امبارح ضد في مباراه الدوري، كان في الدقيقه 90 بيعمل سبرنت مع برونو فرنانديز، وده ساعده يسجل الهدف الثاني في مرمى برايتون، وقدر هو يسجل الهدف الاول وهو في وسط ست لعيبه في نفس الدقيقه اللي كان ميسي بيضيع فيها ضربه جزاء. في الدقيقه 60 اللي كان ميسي بيضيع فيها ضربه جزاء ضد كورتوا. يمكن ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، هو مع برشلونه بقاله فتره اللاعب اللي بيتمشى في الملعب، خلاص لياقته البدنيه اتأثرت كتير جدا، وليونيل ميسي الحالي هو عبء على اي فريق في الصفوه على مستوى العالم. يمكن موريسيو بوتشيتينو لو كده قعدت صفوه مع نفسه او مع حد من المقربين ليه، يقول لك انا ما كنتش اتمنى اتعاقد مع ليونيل ميسي لانه بيدمر منظومه الضغط العالي في اي فريق. بيب جوارديولا دايما اشاداته بليونيل ميسي كانت معروفه في كل تصريحاته، لكن ليه بيب جوارديولا ما ضمش ليونيل ميسي في مانشستر سيتي مع ان ليونيل ميسي كان متاح قدامه، وهو محتاج لاعب يقدر لاعب هجومي في فريقه، وهو حتى خرج قال انا ما كنتش اعرف ان ليونيل ميسي متاح في سوق الانتقالات. طبعا تصريح كوميدي جدا، لكن هو جوارديولا عارف كويس ان ميسي حاليا يدمر اي منظومه ضغط عالي ممكن تبقى موجوده. شفنا ده في مباراه امبارح، شفنا ليونيل ميسي بيتمشى في الملعب، ما بيضغطش في الحاله الدفاعيه، وفي الحاله الهجوميه ما بيتحركش بدون كوره. لو تابعنا المباراه نلاقي ليونيل ميسي بيطلب الكوره في الرجل، ما بيتحركش بدون كوره. وعلى فرقه فيها السكواد ده والنجوم ممكن يبقى تاثيره السلبي جوه اوضه اللبس اكتر من الايجابي كمان. طبعا يعني استغربنا في لقطه ضغط على النجوم اللي هو خارج المنظومه الفريق. اعتقد ليونيل ميسي خارج المنظومه، لان حتى الهدف جاي في الدقيقه 93 كل لعيبه باريس سان جيرمان ما صدقتش نفسها وجريت على كيليان امبابي. ميسي ما عملش اي رياكشن، كانت غريبه جدا، وحتى جماهير باريس سان جيرمان على اللحظه دي كان بيعض اصابع الندم. طبعا صحيفه إيه اليوم اللي انا خدت فيه القرار ان انا اسيب بارسا واجي هنا، كان صحيفه ليكيب ودي من اكبر صحف فرنسا قدرت تخرج وتدي ليونيل ميسي تقييم 3/10 في المباراه، رغم ان ناس كتير قالت ان ليونيل ميسي قدم مباراه جيده، لكن صحيفه ليكيب مع صحف فرنسا دايما بتهاجم ليونيل ميسي. عندي شك ان دكتور وليد هيوافق على الكلام ده، بس خلينا نشوف المديرين الاثنين مديرين الفنيين بعد المباراه، انشيلوتي وبوتشيتينو قالوا ايه على اللقاء اللي بيحضر لمواجهه برضه هتكون ناريه في سانتياغو برنابيو. نسمع ونشوف قالوا ايه بعد اللقاء بي اس جي وريال مدريد، ونرجع لحضراتكم. أنا سعيد جدا، كان أداء الفريق جيدا من الناحية الفردية والجماعية، أنا سعيد جدا لأجلهم، بذل اللاعبون جهدا كبيرا ويستحقون الإشادة على أدائهم وعلى النتيجة التي ربما لم تكن بحجم أدائهم، لكنها تمنحنا أملا عندما نذهب إلى مدريد، فنحن ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، إلا أن هذه الطريقة التي يجب علينا اتباعها.
يستحق ريال مدريد كل الاحترام، فهو فريق عظيم يضم لاعبين عظيمين. أنا واثق بأننا سنلعب مباراة مختلفة في مدريد. أنا متفائل بأننا سنذهب إلى مدريد ونتقدم بعد ذلك إلى الدور التالي، لكنني أتفهم أن علينا تقديم أداء مماثل لأدائنا الليلة، ليس بوسعنا التقهقر، بل يجب أن تكون هذه نقطة البداية حتى نواصل النمو. أعرف أنني عندما ذهبت إلى فريق توتنهام احتجت لعام ونصف حتى أنجح في تنفيذ أفكاري وخططي والطريقة التي يجب أن نلعب بها. أنا سعيد جدا بأدائنا الليلة. نعم، لقد تحدثت مع الحكم لأنه أعطانا بطاقتين كانا خطأ. لمس ميندي الكرة فقط وليس أكثر من ذلك بكثير. فيما يتعلق بمبابي، نعم لا يمكن إيقافه، حاولنا السيطرة عليه ودفعنا بلاعبين اثنين لمتابعته، حيث قام ميليتاو بعمل جيد، لكنه لاعب يمكنه دائما ابتكار شيء ما، وهذا ما فعله في الدقيقة الأخيرة من المباراة. أنا متفائل قبل مباراة الإياب. بالطبع لعب باريس سان جيرمان بشكل أفضل في المباراة الأولى، لكن يجب أن نكون أفضل في المباراة الثانية لأننا نلعب على أرضنا. لحسن الحظ لا داعي للقلق بشأن قاعدة الأهداف التي تسجل خارج ملعبك، لذا فإن هذا سيساعدنا. أنا متفائل، باريس سان جيرمان لديه ميزة قليلة، ولكن آمل ألا يكون ذلك كافيا عندما نلعب في برنابيو. والجدير بالذكر من كلام كارلو أنشيلوتي أن القاعدة اللي بقالها أكثر من نص قرن تقريبا المتعلقة بمعدل احتساب الأهداف في مباراة الذهاب والعودة لغاها الاتحاد الأوروبي، يعني كان وما زالت مستمرة عندنا أعتقد في أفريقيا وفي بقية دول العالم، لكن الاتحاد الأوروبي قرر أنه يلغيها من مسابقاته. بمعنى أنه لو ماتش امبارح مثلا خلص 1-0 في باريس ورحنا للمباراة الثانية الريال كسب 2-1، على النظام القديم كان باريس يتأهل لأنه الهدف اللي هيحرزه في سانتياغو برنابيو يحسب بهدفين. دلوقتي القاعدة دي اتلغت، وبالتالي أعتقد ده هيزود شوية من هيغير من حتى شكل التكتيك وشكل تعامل المدربين مع المباريات الكبيرة، انك انت تخطف هدف بره ملعبك والكلام ده ما بقاش بقى ليه وزن. يمكن النقطة دي كان فيها غير عدل برضه، عايز أبرز النقطة دي، إن في حالة التعادل بيتلعب نص ساعة اكسترا تايم أو وقت إضافي في ملعب الفرقة صاحبة ماتش العودة، ده غير عادل. أعتقد ضربات الجزاء في نظام الذهاب والإياب هو أنسب حل، لان انت مش ذنبك حاجه انت تلعب نص ساعه زياده وخصوصا في الادوار اللي جايه، لان انت ممكن متصدر يقابل متصدر. أيوه. فانا القرعه هي اللي حطتني في المباراه الثانيه تبقى في ملعبه، فانا مش يعني بتيجي على حقه شويه انت تلعب نص ساعه زياده. السيتي هيخلص السنه دي، لا تقول لي بره ولا تقول لي جوه ولا تقول لي ايه دول كل رهيب. يلا نشوف بقى مع حضراتكم نجم اللقطه امبارح، نجم اليوم كله امبارح كيليان امبابي، هو العريس الحقيقه بالهدف اللي احرزه وانقذ بيه سكواد بي اس جي. كيليان امبابي طبعا اللي هز النهارده صحافه اوروبا كلها طبعاً بتتكلم عليه، لعب ممتع وكان العين عليه امبارح، وظروف المباراه بيلعب ريال مدريد اللي هو نادي الحلم بالنسبه له والمفاوضات وقصه، فكان كله مركز مع امبابي. لعب طبعا ال 90 دقيقه كلهم، احرز الهدف القاتل الهدف الوحيد، عمل اربع محاولات على المرمى، راوغ اربع مرات من ست محاولات، مرر 46 تمريره بنسبه دقه بلغت 87%، في الالتحامات كان متواجد 6 من 9، خسر الكرة 13 مرة وصنع فرصة وحيدة. طيب نروح لماركو فيراتي، واحد من أفضل لعيبة، يعني أنا بشوفه الأفضل بصراحة، مش قادر أشوف مين ممكن يدخل ينافس فيراتي في الحتة دي. حسام غالي بتاع بي أس جي، واد بصراحة يعني حكاية، ونشوف كده أرقام ماركو فيراتي مع فاروق. هو لاعب بطولة، ماركو فيراتي وجوده في الملعب بيديك بطولة بصراحة. لعب ال 90 دقيقة، تمريراته كانت 102 تمريرة بنسبة دقة 92، وطبعا ده رقم عالي جدا. قدر يصنع بست فرص للتسجيل. مراوغاته الناجحه كانت 3 مراوغات بنسبه نجاح 100%، ما فشلش في ولا مراوغه. 8 التحامات سليمه من 13، رغم ان هو لعيب قصر قامه شويه وبنيته الجسمانيه صغير، لكن لعيب قوي عنده الجرينتا الايطاليه. خسر الكره 16 مره، لكن هو في وسط ملعب باريس سان جيرمان، هو لاعب مهم جدا طبعا، ولازم باريس سان جيرمان يتعاقد مع شريك ليه في وسط الملعب، واعتقد ان بول بوجبا هو انسب شريك ليه في الصيف الجاي بعد مغادره مانشستر يونايتد بالمجان. والدور اللي بيقوم فيه بي فيراتي في بي اس جي برضه بيقوم بيه منتخب ايطاليا، يعني جزء كبير الحقيقه من قوه ايطاليا الضربه ماركو فيراتي. طيب نروح، بس حسام غالي احرف شويه، نروح لبنزيما، كريم بنزيما. والغريبه والعجيبه الحقيقه ان الريال ما ظهرش باي انياب هجوميه في مباراه امبارح، يعني رغم انا طبعا انا مش ملكي، انا مش ريال،
بس يعني انا شايف انه الناس اللي مع الريال دايما طالعه السما بنزيما وموسم بنزيما وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، بس امبارح ريال لم يحضر لملعب بارك دي فرانس. طيب نروح لارقام كريم بنزيما. هي طبعا معبره عن ارقام ريال مدريد، يعني ارقام كريم بنزيما اللي هيشوفها يبقى عارف الريال كان عامل ازاي في المباراه امبارح. لعب 87 دقيقه وصوب، ما صوبش ولا مره على المرمى، ولا ريال مدريد كله صوب على المرمى امبارح، وريال مدريد ما راحش اساسا، ما راحش خالص. يعني زون ديفنس كما تصدق. انا مش فاكر هو اللي كان واقف نافاس ولا دوناروما ولا حد خد باله. لا يعني مراوغة واحدة ناجحة طبعا. 32 تمريرة فقط بنسبة دقة 78%، وخسر الكرة 8 مرات، اعتقد الثمان مرات الكرة وزوجته ممكن 9 مرات خسرهم. طيب نشوف الإحصائيات، وسؤالي اللي جاي للضيوف بعد ما فاروق يستعرض إحصائيات المباراة، هل تتوقع نفس السيناريو في مباراة العودة في ريال في مدريد في البرنابيو، ولا المباراة دي ليها حسابات مختلفة وليها سيناريو تاني؟ خلينا نسمع بس إحصائيات الماتش مع فاروق. طبعا التفوق لباريس سان جيرمان في كل المستويات، 57% الاستحواذ كان لباريس سان جيرمان، معدل التمريرات الصحيحه كان باريس سان جيرمان 91% مقابل 85% لريال مدريد، تصويب على المرمى 21 تصويبه منهم 8 على المرمى، ريال مدريد بثلاث تصويبات بس ما فيش ولا تصويب على المرمى، وده يمكن خلانا ما نعرفش هل دوناروما ما اختبرش تماما في المباراه. المراوغات طبعا باريس سان جيرمان كان اكثر المراوغات بالنسبه له 20 مراوغه منهم 10 صحيحه بنسبه 50%. انقاذ الحراس ده رقم كبير جدا، 8 لكورتوا مقابل مدريد تفوق في حاجه منها طبعا ضربه الجزاء كورتوا كان نجم المباراه طبعا. حتى هو خرج حتى انفعل شويه في تصريحاته. انا بشوف نمره 2 بعد نوير على فكره، هشوف كورتوا من اعظم حراس المرمى في العالم دلوقتي. هو حاليا ما اعتقدش ان هو في حد يقدر يقارن ما بين كورتوا حاليا، هو رقم واحد. خساره الكورات 115 لريال مدريد، طبعا نسبه عاليه جدا لفريق زي ريال مدريد كان ما بيخسرش الكوره بسهوله، خصوصا لعيبه الوسط الميدان. باريس سان جيرمان 108 خسرت الكره. صحيح. شايفين سريعا بقى عشان اقفل ريال وبي اس جي، ماتش العوده النتيجه اتحسمت والاداء اللي قدمه بي اس جي يقول ان هو الاقرب للتذكره، ولا في البرنابيو كل شيء وارد؟ بالنتيجة اتحسبت مؤكد، لا ريال مدريد هيبقى هزر بوجه هجومي اكيد في مباراه العوده، لكن الحظوظ تبقى في صالح باريس سان جيرمان اكتر، لانه من الانديه الستايل اللي لعبها بيخليها تلعب خارج الارض حتى افضل من داخل الارض، مع الفراغات اللي هتكون موجوده، سرعات كيليان امبابي ممكن جدا تاثر كمان على الريال في البرنابيو. تالق امبابي امبارح في مواجهه الريال وفي وجود ميسي ونيمار رغم مشاركته لجزء من الوقت، ياكد او يخلي مسؤولي الريال يتمسكوا اكتر بان هم يخلصوا في مبابي؟ انا بس قبل ما فاروق يجاوب، وبمناسبه مباراه العوده، يعني فمباراه العوده هيتالق فيها ميسي يا فاروق، لان انت عارف البرنابيو لا بقاله كتير ده من 2011 هو صحته ما بتجيش الا في اسبانيا، صحته ما بتجيش الا في اسبانيا. لا لو قلنا كيليان مبابي، انا بصراحه صعبان عليا ان لعيب زي ده يروح بالمجان، يعني انا كنت منتظر الرقم اللي ممكن يدفع في لاعب زي كيليان مبابي، لكن للاسف هو عقده بينتهي مع باريس سان جيرمان، ولو راح ريال مدريد هيروح بالمجان. اقول لكم تسريبه كده واسمع رايكم فيها، في كلام جوه البي اس جي دلوقتي ان هم هيمشوا ميسي عشان يحافظوا على امبابي. هم هيمشوا اي حد ويحافظوا على كيليان امبابي، لان احنا شفنا المباراه اخطر لعيب في البي اس جي، وحتى لو استبعدنا كيليان امبابي مين يقدر في البي اس جي امبارح يسجل اهداف؟ دي ماريا بعيد، ميسي بعيد، فلازم يحافظوا. معلومات هو انا المعلومات الاكيده مش الاكيده اللي بتتكلم عنها صحافه فرنسا تحديدا امبارح قبل المباراه، ان ناصر الخليفي وصل الى ما يشبه اتفاق ضمني مع كيليان امبابي لتمديد تعاقد، بس هل تمديد التعاقد ده هيبقى علشان يتباع لريال مدريد بفلوس وما يروحش فري، ولا علشان يكمل؟ امبارح بيمدح فيه في الصحافه بيقول عنده احترافيه، كل الكلام امبارح انه فعلا قد تكون هناك مفاجاه ومبابي يكمل مع البي اس جي. ولو استمر ده يهدد وجود ميسي؟ ما اعتقدش، اصل هي لو بتتكلم ماليا باريس سان جيرمان ما عندوش مشكله، بس انا عندي قناعه واعتقد هتحصل ان ميسي هيرجع برشلونه. هيرجع برشلونه. الكلام على كريستيانو رونالدو كمان، وانه فرصته بالتواجد او بالبقاء والاستمرار مع المان يونايتد مهدده، وانه في احتمالات انه يرحل، وفي كلام على انديه اسماء انديه زي روما، صح؟ روما، بايرن ميونخ، روما، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان. اعتقد باريس سان جيرمان اعتقد صعب جدا ان رونالدو يمشي، هو الموضوع كله متوقف على المدرب الجديد لمانشستر يونايتد والمشروع القادم للنادي. لو كريستيانو رونالدو ضمن مشروع ناجح لمانشستر يونايتد، هو عايز يلعب تشامبيونز ليج. لا، مانشستر يونايتد هيتواجد في تشامبيونز ليج، هو احتل المركز الرابع، احتل المركز الرابع امبارح بالفوز على برايتون، وهيكمل يعني ياخد مركز ثالث. هي لعنه اليكس فيركسون بصراحه من ساعه ما الراجل مشاكل اداريه كتير في النادي مانشستر يونايتد، محتاج لعب كل الالعاب، محتاج انس في الاداره القديمه. طيب عشان وقتنا نتكلم على دي، مواجهه بالنسبه لنا احنا هنا جماهيريه مصر النهارده كلها عينيها على الانتر ليفربول، صلاح
ورفاقه في مواجهة كتيبة الإنتر. شايفين المباراة خصوصا أن الإنتر إلى حد ما مستوى تراجع في الكالتشو في الفترة الأخيرة، شايفين الماتش ازاي ابتدي مع فاروق؟ يمكن الانتر سمح لميلان ان هو يتصدر والنتائج تراجعت، لكن اعتقد في دوري الابطال الطموح هيختلف تماما، الفريق هيرجع تاني للمستوى المعهود، هيتعب ليفربول جدا خصوصا في السان سيرو، الملعب اللي هيبقى صعب، الاجواء يمكن ليفربول كان محظوظ ان هو خد الاجواء دي في دور المجموعات مع لما واجه ميلان وقدر يكسب في السان سيرو وقدم مباراه جيده، فالاجواء مش هتكون جديده على لعيبه ليفربول. يمكن الانتر شويه مع سيموني انزاجي بيلعب كوره هجوميه، خطورته الاكبر في الكرات الهوائيه من ايدن جيكو، شفنا اهداف مهمه جدا لايدن جيكو في الدوري الايطالي السنه دي بالكرات الراسيه اللي لازم دفاع ليفربول ياخد باله منها ويورجن كلوب. محمد صلاح طبعا هيواجه مباراه يمكن مش هتتاح ليه فيها المساحات كبيره سواء ذهاب او اياب، لان معروف عن الفرق الايطاليه تضييق الملعب وتضييق المساحات، فنحتاج راجل كان مكسر الدنيا في ايطاليا اهو ومع روما رايح يمين وشمال يعني الكلام ده مش جديد، وعنده مو صلاح يعني دلوقتي لا هو قادر صلاح ان هو يقود ليفربول، خصوصا ان هو الدوافع عنده كبيره دلوقتي لان هو قدر يقود منتخب مصر للمباراه النهائيه في في في, في كاس الامم الاخيره، والفرصه ذهبيه بالنسبه له السنه دي ان هو لو قدر يحقق مركز كويس مع ليفربول وقدر ينافس حتى يذهب بعيدا في الشامبيونز ليج، فرصته كبيره للكره الذهبيه، خصوصا ان ليفربول السنه دي في الدوري الانجليزي لو مانشستر سيتي تعثر مع ضد توتنهام يبقى فارق 3 نقط، فالمنافسه لسه في الملعب في الدوري. انا بحب ابو صلاح بس السنه دي السيتي جوه وبره جبار بصراحه، بريمير ليج والتشامبيونز ليج لو ما حصلتش بس مفاجات. دكتور وليد ماتش النهارده سريع. طبعا ماتش مش سهل على ليفربول، انتر ميلان مع انزاجي بوجه مختلف، نفس 3-5-2 بس بتطبيق مختلف عن 3-5-2 كونتي. فاروق اتكلم عن نقطه مهمه جدا، فكره الكرات العاليه، انا قريت دراسه في يعني في ذا اتلتيك بيتكلموا انه انزاجي بيستغل الاربع او الخمس لعيبه اللي عنده فوق ال 189 سم زي ديفري وجيكو وسكرينيار، وازاي بيعمل التكتيك كله علشان يعمل عرضيات توصل لهم في منطقه الجزاء، فبالتالي الخطوره هنا. انتر ميلان لو فتح قدام ليفربول يبقى كده بيعمل مغامره غير محسوبه، لو قفل ولعب بنظام تكتيكي ونسي ان المباراه في جوزيبي ميازا اعتقد هيصدر صعوبات كبيره ليفربول. لكن لو بتتكلم بشكل عام عوده صلاح لايطاليا طبعا مسار بقى الاعين والميديا كلها بتتابع، اعتقد ليفربول حظوظه اعلى ان شاء الله. صلاح لاوتارو مارتينيز يمكن الموهبتين الاهم في الفرقتين النهارده، مواجهه مهمه جدا، وما تنسوش كمان انا متوقع يكون مباراه يعني رغم انه الكفتين مش قريبين قوي من بعض، بايرن ميونخ وريد بول سالزبورج، هيكون برضو فرقه ريد بول سالزبورج عندها دايما كوره حلوه وعندها دايما شخصيه انها تلعب مع الكبار، فاتوقع كمان تكون مباراه ممتعه في ثانيه الفريق الاقرب للقب دوري الابطال في ثانيه واحده. دكتور وليد لا هو الاقرب منطقيا لحد دلوقتي مانشستر سيتي، احسن فريق بيلعب كوره في البطوله. احترم موضوعيتك ومصداقيتك طبعا موضوعيتي يعني حبيتني انت بايرن ميونخ ولو ان بيتر شمايكل توقع مانشستر يونايتد امبارح بعد المباراه مانشستر يونايتد هتاخد دوري الابطال حتى ضحكوا عليه في الاستوديو، فانا مش راضي اقول عشان ما تضحكوش عليا. نورتونا وشرفتونا في السادسه، نسعد بيكم دايما دكتور وليد حديدي وفاروق عصام. شكرا على وجودكم معانا النهارده، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا، وعلى كل خير باذن الله نتقابل هنا في نفس المكان السادسه على شاشه الاهلي يوم السبت، نحتفل ان شاء الله بنجاح اول خطوه للاهلي في مباراته مع الهلال السوداني الشقيق. تحياتي لحضراتكم واشوفكم على كل خير.